منتصف الليل بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من عاصمة الخبر. أهلا بكم وأهلا بك ياسر. أهلا للأسف وأهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام. إلى أبرز العناوين: روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات داخل مجلس الأمن بتفجير السد وسط تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمنطقة. بلينكين يعتزم زيارة بكين خلال أسابيع وسط زيادة التوتر العسكري في بحر الصين الجنوبي. واشتباكات عنيفة بالطيران والمدفعية بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم. بداية جولتنا الإخبارية مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة تفجير سد كاخوفكا الأوكراني بناء على طلب من روسيا وأوكرانيا. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات حول المسؤولية عن تفجير السد الواقع في جنوب شرق أوكرانيا والذي نتج عنه فيضانات غمرت العديد من البلدات في خرسون. وخلال الجلسة حذرت الأمم المتحدة من أن تفجير السد الأوكراني ستكون له عواقب وخيمة على الحياة المدنية والبيئية. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث إن 40 بلدة غمرتها المياه في خرسون جراء التفجير، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستعمل على تقديم مساعدات للمتضررين. هناك 40 مقاطعة مغمورة بالمياه أو مغمورة جزئيا في مقاطعة خرسون، ومن المفترض بهذا العدد أن يزداد في الأيام المقبلة. هناك تأثير نتوقعه في المناطق التي هي تحت سيطرة روسيا، ونحن نحاول الوصول إلى هذه المناطق لتوفير المساعدة الإنسانية. المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة أطلقت عمليات في محاولة لمعالجة تأثير هذا الحدث. هناك رد طارئ نقوم بتنظيمه لتوفير المساعدة الطارئة لأكثر من 16 ألف شخص متأذن. من جانبه قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن أوكرانيا فجرت سد كاخوفكا لتحقيق منافع عسكرية. هذا وأضاف نبنيزيا أن ما قامت به أوكرانيا عبر استهداف البنى التحتية يعتبر جريمة حرب وعمل إرهابي. أؤكد أن قائد الجيش الأوكراني يرغب بتدمير هذا السد للحصول على منافع عسكرية، وهذا ما تم التأكيد عليه في العام الماضي، وهذا ما أشارت إليه الواشنطن بوست في 29 من ديسمبر 2022. هناك بعض المعلومات المنسقة أو حملة للمعلومات المغلوطة وإعلانات طنانة من الغرب ومن كييف بشأن هذا الموضوع، وسنستمع إلى هذه التصريحات اليوم وتقول إن هذا السد تم تخريبه من قبل روسيا. هذه الأقوال تذهب في الاتجاه نفسه المنبثق من الإعلانات الخاصة بمحطة زاباريجا أو نورد ستريم، وهذا انفصام في الشخصية ونتوقعه، وإن هذا التخريب المقصود واستهداف بنى تحتية أساسية أمر خطير للغاية ويمكن أن يعتبر جريمة حرب أو هجمة إرهابية.
استبعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن يؤثر الهجوم على سد كاغوفكا على خطط بلاده لشن هجومها المضاد على القوات الروسية. وأكد زيلنسكي أن الانفجار لم يؤثر على قدرة الجيش الأوكراني وأنه في أعلى مستوياته القتالية. وقد طلب الرئيس الأوكراني العالم بالرد على هجوم سد كاغوفكا محملا روسيا مسؤولية التفجير الذي أحدث فيضانات واصفا إياه بالعمل الإرهابي. رجح البيت الأبيض بأن يكون الانفجار الذي أحدث دمارا في سد كاغوفكا في أوكرانيا قد أسفر عن سقوط العديد من القتلى. وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إلى عدم توافر أدلة ملموسة بعد تسمح بتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم. وقال كيربي إن الولايات المتحدة لا يمكنها في هذه المرحلة أن تحدد ما حدث بشكل قاطع. دعت روسيا المجتمع الدولي إلى إدانة تدمير سد نوفا كاغوفكا من قبل أوكرانيا. ووصفت الخارجية الروسية تدمير السد بالعمل الإرهابي متهمة القوات الأوكرانية بتدميره لأغراض عسكرية كجزء من هجومها المضاد. وأوضحت الخارجية الروسية أن تدمير السد أدى إلى حدوث كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن أوكرانيا شنت هجومها المضاد الذي طالما وعدت به على 7 محاور على الجبهة خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأضاف وزير الدفاع الروسي أنه تم تدمير 15 دبابة و9 مركبات مدرعة روسية بالإضافة إلى مقتل 71 جنديا روسيا خلال الهجوم الأوكراني. كما أكد وزير الدفاع الروسي أن أوكرانيا شرعت في بناء مواقع دفاعية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو محملا كييف مسؤولية تفجير سد نوفا كاغوفكا وواصفا إياه بالعمل الإرهابي على حد قوله. هذا وأدى تفجير سد كاغوفكا في أوكرانيا إلى غمر المياه لمئات المنازل بالقرى والمدن الموجودة على ضفة نهر دنيبرو. وأجلت السلطات الأوكرانية مئات السكان وسط تحذيرات من حدوث كارثة بيئية جراء تدمير السد وتبادل الاتهامات مع روسيا حول مسؤولية تفجير السد. على طول نهر دنيبرو جنوب شرق أوكرانيا وعبر ثقب كبير في سد كاغوفكا لتوليد الطاقة، تدفقت المياه وغمرت الطرق والمنازل واجتاحت الفيضانات عدة قرى وبلدات واقعة على طول النهر بعد أن ضربت انفجارات أجزاء من السد. قصف روسي أو تفجير أوكراني، هكذا تبادلت موسكو وكييف الاتهامات حول من يقف وراء الهجوم على سد كاغوفكا. المياه الغزيرة التي تدفقت من السد دفعت السلطات الأوكرانية إلى إجلاء آلاف الأشخاص من التجمعات السكنية على امتداد القطاع الجنوبي من نهر دنيبرو وإبلاغ سكان 10 قرى على الضفة اليمنى للنهر وأجزاء من مدينة خرسون بمغادرة منازلهم. مخاطر بيئية كبيرة حذرت منها السلطات الأوكرانية على الحياة البرية والنباتات. الآن مشاهدينا نتحول بحضراتكم إلى نيويورك مرة أخرى لمتابعة كلمة مندوب أوكرانيا في جلسة مجلس الأمن حول تفجير السد. محطة كاغوفكا للطاقة لأكثر من عام من الزمان. ماديا من المستحيل أن يفجر هذا السد من الخارج عن طريق القصف على سبيل المثال، ولكن تم تلغيمه من قبل المحتل الروسي وهم الذين فجروه. كادت تحيق بهم الخسارة على الجبهة، ولذلك فإن روسيا هنا في قاعة مجلس الأمن ما زالت تتخبط في بحر من الأكاذيب. من ضمن الأدلة على ذلك أنه قبل أسبوع من تفجير سد كاغوفكا وفي 30 مايو الماضي اعتمدت الحكومة الروسية قرارا يقضي بمنع أي تحقيق فني في أي حادث
في مرافق الإنتاج الخطرة أو في محطات المياه الذي يحدث كنتيجة للعمليات العسكرية أو عمليات التخريب أو الهجمات الإرهابية. إن تفجير السد كخوفكا يعتبر عملا من أعمال الإرهاب البيئي والتكنولوجي، وهي أكبر كارثة تكنولوجية تقع في أوروبا في العقود الأخيرة، ويعتبر مثالا آخر على الإبادة التي تقوم بها روسيا ضد أوكرانيا. هذا هو رد الكرملين على الدول التي تنادي ببدء محادثات السلام مع الاتحاد الروسي. روسيا قد أعادت التأكيد بأعمالها هذه على أنها ليست مهتمة على الإطلاق بنزع فتيل التوتر أو بالسلام. ينبغي وقفها ومنعها عن إلحاق الضرر بدلا من استرضائها. روسيا، ولهذا فإن هزيمة روسيا، وهي هزيمة سنلحقها بها على أي حال، هي أكبر مساهمة في أمن منطقتنا والعالم ككل. السيد الرئيس، إن السد الذي فجره الاتحاد الروسي كان يحبس أكثر من 18 مليونا من الأمتار المكعبة من المياه، وكنتيجة لهذا العمل الإرهابي الروسي الجزء الأعلى من السد، وهو الجزء السادس من شلال نيبرو، تم تدميره بشكل جزئي، بما يعني أن 11 قسما من 18 من 28 قسما تشكل هذا السد تم تدميرها. بحلول الساعة 12 بتوقيت نيويورك كانت هناك زيادة في مستوى في ارتفاع مستوى المياه قدرها 3.24 متر في نهر دنيبرو بجوار خيرسون، أكثر من 80 مجمعا سكنيا يمكن أن تغمر بالمياه، وسيصل هذا الغمر إلى أقصى في مدة من 3 إلى 5 أيام. الضفة اليمنى ستتأثر 8 مرات أكثر من الضفة اليسرى. بالإضافة إلى ذلك، أماكن مثل أوليشكي وهولا بريستال يمكن أن ينتهي بها الأمر مغمورة تماما بالمياه. سيكون هناك غمر جزئي كذلك في أوليكساندريفكا، شيروفكا، بالكا، سوفيفكا، فينودرادني وأماكن أخرى سكنية. مستوى سطح المياه يمكن أن يغمر هذه الأماكن، وسيكون ارتفاعه متباينا، يمكن أن يصل إلى 1.5 متر أو أكثر. حاليا فإن السلطات المحلية قد قامت بتنظيم عمليات الإخلاء للسكان من هذه الأماكن إلى أماكن أخرى في أوكرانيا، وفي الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة في أوكرانيا 17 مجمعا سكنيا سيتم إخلاؤها، وسكانها يتخطى عددهم 17 ألفا. في الأراضي المحتلة في الضفة اليسرى 20 مجمعا سكنيا أو منطقة سكنية يمكن أن تخلى، وهذا يعني 25 ألفا من الناس الذين كانوا يقتنون فيها. ومن المقلق أن المحتل الروسي لم يقم بتنظيم أي عملية لإخلاء المدنيين بالرغم من أنهم قاموا بسحب قواتهم هم. نحث الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى أن تبادر بإرسال بعثات إنسانية للضفة اليسرى من نهر الدنيبرو لمساعدة السكان المحليين المتأثرين بالفيضان. السلطات الأوكرانية تقوم كذلك على ضمان توفير المساعدة الإنسانية للسكان المحليين، خاصة مياه الشرب والغذاء والضرورات الأخرى. ومن الواضح أن تدمير هذا السد سيحرم أو يفاقم من إمداد المياه في القرم وفي خرسون، وسيعقد أكثر وأكثر الوضع الحالي في دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا. انخفاض مستوى المياه في خزان كاخوفكا سيؤدي إلى انخفاض في مستوى المياه في كل المناطق المحيطة، وخاصة قناة كاخوفكا والتي تمد بالمياه الأراضي المحتلة في برديانسك ومعظم الأماكن السكنية في منطقة زابوريجا. كنتيجة لانخفاض مستوى المياه في خزان كاخوفكا هناك خطر كذلك بوقوع حدث في مرفق آخر حيوي تحتله روسيا، ألا وهو محطة الطاقة النووية في زابوريجيا. وفي نفس الوقت ليس هناك الآن في الوقت الراهن ليس هناك خطر مباشر على هذه المحطة، الوضع معقد ولكنه ما زال تحت السيطرة. سادة الزملاء الأعزاء، نطالب المجتمع الدولي
إدانة الهجوم الإرهابي الروسي بكل وضوح. هذه الجريمة التكنولوجية التي ارتكبها الاتحاد الروسي تعيد التأكيد على أهمية صيغة السلام التي تقدم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. نطالب الشركاء الدوليين بضمان تنفيذ هذه الرؤية، هذه الخطة بأسرع ما يمكن، خاصة النقاط المتعلقة بمكافحة الحرب، حرب الإبادة البيئية، وكذلك ضمان الأمن النووي وأمن الطاقة. روسيا ينبغي أن تسدد تعويضات عن نتائج جرائمها للناس وللبنية الأساسية وللبيئة. شكرا، أشكر أوكرانيا على بيانها، وأعطي الكلمة الآن للاتفيا. شكرا سيدي الرئيس، أتحدث بالنيابة عن دول البلطيق، إستونيا وليتوانيا وبلادي لاتفيا. نشكر وكيل الأمين العام مارتن منذ أسبوعين فقط اجتمعنا هنا للاجتماع السنوي لمجلس الأمن ونقاش. إذن مشاهدينا الكرام، فقد تابعنا مع حضراتكم كلمة مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن خلال هذه الجلسة المنعقدة الآن حول تفجير سد نوفا كاخوفكا، والتي قال فيها وأشار إلى عدد من النقاط المهمة بأن ما حدث وصفه بأنه عمل إرهابي بيئي وأكبر كارثة بيئية في أوروبا في العقود الأخيرة، وألقى باللائمة على روسيا وقال إنه ماديا لا يمكن تفجير هذا السد من الخارج، من قام بهذا الأمر هو روسيا. قال أيضا إن هذا يعتبر هو الرد الروسي على دعوات السلام، وروسيا ليست مهتمة بنزع فتيل الأزمة، وفي آخر الأمر سنلحق الهزيمة بروسيا على أي حال. قال أيضا أنه تم تدمير أكثر من 80 مجمع سكاني سيتم غمره بالمياه خلال عدة أيام، وهناك أماكن ربما سينتهي بها الأمر بالغمر التام، وقال إن على روسيا أن تدفع يعني نتيجة ما قامت به، وأن هذا الأمر يجب أن يدان من المجتمع الدولي. للمزيد حول هذا الموضوع من المتابعة وتفاصيل أكبر ينضم إلينا من بيروت العميد خالد حمادة الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. برحب بحضرتك سيادة العميد خالد بداية على شاشة القاهرة الإخبارية. طبعا استمعت ربما لكلمات المندوب الأوكراني أو حتى الروسي خلال هذه الجلسة لمجلس الأمن، الواضح بأن هناك تبادل للاتهامات بين الجانبين في مشهد غابت عن معالم حقيقة هذا الأمر. سيادة العميد، ما الأهمية ربما العسكرية وحتى الاستراتيجية لهذا السد، ومن له المصلحة أو المنفعة الأكبر في تدميره أو تفجيره؟ يعني في الحقيقة، أولا مساء الخير، مساء النور. في الحقيقة أنه يعني لا يجب أن نغرق كثيرا في هذه الاتهامات، سواء من الجهة الأوكرانية التي تحاول الاستثمار في ما حدث، وكذلك يعني فيما ذهبت إليه روسيا من التنصل من أي مسؤولية. أنا أعتقد أولا أنه هذا الكلام يعني يجب إثباته بلجنة تحقيق دولية. كل هذا، كل يعني المحاولات الأوكرانية بالدرجة الأولى الفاقعة لاستجرار موقف ما دولي، أنا لا أرى أنه واقعي. يعني في أولا لو كان هناك فعلا أي عمل عسكري، يعني يمكن رصده، إذا تكلمنا عن هجوم الصواريخ أو غارات جوية أو حتى التفجير، يعني كما يقول الرئيس الأوكراني أو كما قال بأن هناك متفجرات قد زرعتها روسيا في هذا السد، كان يجب أن تظهر يعني مشاهد تمثل هذا الانفجار بالتصوير الذي الدائم فوق المنطقة، وهذه منطقة عمليات وسط الأقمار الاصطناعية. أنا اطلعت على مجموعة تقارير نشرت من قبل الأهالي، كان هناك منذ الشهر الماضي ارتفاع في منسوب المياه، مما يدل أن هناك في الجهة الروسية نتكلم، مما يدل أن هناك تسرب ما، وهناك أضرار ربما تعرض لها هذا السد خلال العمليات العسكرية التي دارت حين استعادت أوكرانيا الجزء الغربي من خيرسون ما بعد النهر بعملية عسكرية. ربما تعرض السد لأضرار
وربما بدأ بالتسرب، وفي النهاية هناك خزان كبير من المياه يمتد على 30 كيلومتر، وهناك قدرة لهذا السد على استيعاب 18 بليون لتر من الماء، وبالتالي ربما هذا السد قد انهار نتيجة تصدعه في العملية العسكرية، وبالتالي يعني هذا ما حدث. والآن يعني نعيش يعني مرحلة من يريد الاستثمار في هذا العمل، وأنا أعتقد كذلك أن هناك، ولكن من له المصلحة يعني سيادة العميد في الاستثمار في هذا العمل؟ يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار ربما الاتهامات الأوكرانية للجانب الروسي، ما المصلحة لروسيا ربما من تفجير هذا السد؟ ما المنفعة العسكرية لها؟ ويعني من أول العملية العسكرية الخاصة كما تسميها روسيا وهذا الصراع اليوم الدائر، وهي روسيا تقول أنا فجرت ولا ربما تتبرأ من أي عملية عسكرية تقوم بها، لما تتنصل من مسؤولية ربما تفجير هذا السد إذا يعني وضعنا الرواية الأوكرانية في الحسبان؟ يعني ليس هناك أي منفعة ولا أي قيمة عسكرية لتفجير هذا السد. ثم يعني روسيا إذا لنقل من الناحية البيئية أو من ناحية التأثير على سكان المناطق التي تسيطر عليها، روسيا تضررت أكثر من أوكرانيا. أولا هناك تهديد يعني لمسألة تزويد القرن بالمياه، وطبعا هناك لا نقول مشكلة بالنسبة لزاباروشا، ولكن على الأقل أنه المحطة المتوقفة، وهي متوقفة عن العمل وتزود بالطاقة من مصدر واحد، وهي فعليا يعني غير لا تعمل سوى بطاقة ضئيلة جدا ربما للاستيطان، كما يعني على استدامة عمل المفاعل ليس على المفاعلات، ليس أكثر من ذلك. وبالتالي لا مصلحة لروسيا يعني عسكرية. ثم كل الكلام الذي يقال أنه كان يمكن لهذا السد أن يكون ممرا لهجوم مضاد أوكراني، هذا كلام من الناحية العسكرية لا قيمة له. يعني جبهة خيرسون ما بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية تمتد تقريبا على عشرات الكيلومترات، ربما تصل إلى حدود 90 كيلومتر، وبالتالي لا قيمة لهذا الممر الذي يؤمنه السد إذا يعني إذا ذهبنا بالرواية الأوكرانية للقول إن كان هذا السد يمكن أن يستخدم للقوات الأوكرانية للعبور فوق النهر والوصول إلى الجهة الروسية. صحيح. كلنا ندرك أن هذه منطقة عسكرية ومضروبة بكل صنوف الأسلحة، وبالتالي لا يمكن يعني لهذا الكلام أن يكون واقعيا أبدا. كذلك يعني أنا أرى أن هذا السد قد انهار، والآن تتم الاستثمار الأوكراني بهذا الحدث الذي طبعا هو يعني. وتأكيدا على كلامك سيادة العميد، الكثير من المحللين ربما يعني منذ الصباح يقولون بأنه معظم المناطق اللي تضررت حتى الآن وراء انفجار أو تفجير هذا السد هي المناطق الخاضعة أو التابعة لروسيا. ولكن دعني أعود معك إلى نقطة محطة زابوريجيا النووية. يعني أيضا هناك تضارب في المعلومات بشأن هذه المحطة، لأنه البعض يقول بأنه نحن أمام كارثة نووية من الممكن أن تتم، والبعض الآخر أو تحديدا الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت بأنه يعني لا يوجد أي تهديد مباشر من وراء التفجير على المحطة. ما سبب كل هذا التضارب في المعلومات التي ترد؟ يعني أولا لنكون واقعيين، يعني إذا نظرنا فعلا الخرائط التي تبين مركز الخزان لتجميع المياه ما قبل السد، أولا هناك 5 سدود على نهر دنيبرو قبل هذا السد، وكل هذه السدود المتتالية هي تم بناؤها منذ ربما ثلاثينات القرن الماضي حتى خمسيناته لضبط منسوب المياه الذي يأتي إلى محطة توليد الكهرباء الموجودة على هذا السد، والتي طبعا قد تعطلت كليا. إذا محطة زاباروشا تقع شمال هذا الخزان، وبالتالي جغرافيا هذا النهر الذي ينساب من شمال أوكرانيا إلى جنوبها الغربي ويصف البحر الأسود، محطة زاباروشا من ناحية مكانها الجغرافي هي أعلى
من هذا الخزان، وبالتالي لا يمكن أن تكون عرضة لأي تسرب مائي، لأن المياه لا تسير يعني لا تسير صعودا. وبالتالي أول تصريحات الرئيس زيلنسكي كانت أن المحطة ستغمر بالمياه، وهذا كلام غير منطقي وغير واقع. ثانيا أنا قرأت مجموعة تقارير حول هذه المحطة، هذه المحطة فعليا لا تعمل، يعني أولا هي لا يتم تزويدها بالطاقة نتيجة طبعا الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية وبالأخص يعني منشآت الطاقة الكهربائية. يتم تزويدها بالطاقة من مصدر واحد هو لا يكفي لتشغيلها، ويتم الاستعانة بمولدات الديزل الموجودة في المحطة. نعم، يعني هو أضرار كثيرة وتداعيات كثيرة سيادة العميد، كما ذكرت في الطاقة في البنية التحتية، وحتى مندوب أوكرانيا في كلمتها أمام مجلس الأمن قال بأنه أكثر من 80 مجمع ربما سكني قد غمر بالمياه من جراء الفيضانات. أنا بشكرك شكرا جزيلا من بيروت العميد خالد حمادة الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية على هذه الرؤية وعلى هذا التحليل. في شأن آخر، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن أن الاستخبارات الأمريكية تم إبلاغها بالخطة الأوكرانية لتفجير خط أنابيب غاز نورد ستريم. ونقلت الصحيفة معلومات يعتقد أنه تم تسريبها. تفيد هذه المعلومات بأن هيئة استخباراتية أوروبية أبلغت واشنطن في يونيو 2022 بأن غواصين عسكريين أوكرانيين يعملون مباشرة تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة في البلاد يخططون للهجوم. هذا ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم قولهم أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت حلفائها بما في ذلك ألمانيا عن خطة التفجير. أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتزم زيارة الصين في الأسابيع المقبلة. وذكر المسؤول الأمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين، وقد يكون على رأسهم الرئيس الصيني شي جين بينغ. يأتي هذا بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة والصين أحرزتا تقدما كبيرا في توسيع قنوات التواصل بينهما. تشكل التحركات الدبلوماسية الأخيرة بين واشنطن وبكين بارقة أمل نحو إعادة بناء العلاقات بين البلدين ووقف حدة التوترات على مدار سنوات. هذا وتفاقمت الاضطرابات السياسية بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة بشأن مجموعة من القضايا على رأسها مسألة تايوان وأزمة بالون تجسس، فضلا عن مشكلة الرقائق المصغرة. شد وجذب، عنوان العلاقات الأمريكية الصينية التي لا تكاد بوادر انفراجة تلوح في آفاقها، حتى يظهر عائق جديد ينذر بتعميق الخلافات بين القوتين العالميتين الأكبر في الإنفاق العسكري. وسط تصاعد تلك التوترات، تبقى الآمال معقودة على التحركات الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين التي تمثلت في زيارات متبادلة ومحادثات بناءة ومثمرة بين مسؤولين رفيع المستوى من الجانبين. في تأكيد على ضرورة الإبقاء على الاتصالات مفتوحة سعيا لإدارة أي خلافات ومنع حدوث صراع سيؤدي حتما إلى كارثة لا تحتمل. اضطرابات سياسية ومشكلات اقتصادية مستمرة على مدار سنوات بشأن مجموعة من القضايا عكرت صفو الأجواء بين واشنطن وبكين. فمن قضية تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، إلى أزمة بالون التجسس الصيني الذي تم رصده قبالة سواحل كالورينا الجنوبية، فضلاً عن حرب الرقائق المصغرة، لتأتي زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس 2022، فتيلاً أشعل نيران الأزمة، فتبلغ الاتصالات بين القوتين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
الأزمة الراهنة بين واشنطن وبكين تلقي بظلالها على عام 1979 الذي شهد انفراجة في العلاقات الأمريكية الصينية عقب سنوات من القطيعة، ليضاعف البلدان حينها جهودهما لتطبيع العلاقات الثنائية، وهو ما يطمح البعض إلى تحقيقه من جديد لتجنيب العالم مخاطر تفاقم هذا النزاع. نبقى في الموضوع، وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن عبر سكايب مرح البقاعي الكاتبة والباحثة السياسية. بعد التحية أستاذة مرح، تقريرنا وصف العلاقات الأمريكية الصينية منذ قليل بأنها علاقات شد وجذب خلال الفترة الماضية، بل إنه خلال الأيام القليلة الماضية وصل يعني الأمر إلى منطقة صعبة لم تصل إليها العلاقات من قبل. هل يمكن أن نقرأ في هذه الزيارة المتوقعة لوزير الخارجية الأمريكي أن تكون بداية ربما لتهدئة الأوضاع؟ هل يسعى الطرفان إلى نوع من التهدئة؟ نعم، مساء الخير لك ولجمهور القاهرة الأخبارية الكريم. طبعا منذ أكثر من سنة يكرر الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية هنا أنهم لا يريدون أي صدامات مع الصين، يريدون أن يتنافسوا بشكل حضاري وبشكل سلمي مع الصين، كل في مجاله سواء سياسيا أو اقتصاديا أو تجاريا، وأن تكون المنافسة التجارية تحت مظلة القوانين الدولية دون أن تكون هناك اختراقات من الصين لهذه القوانين. بناء عليه تنبني الآن السياسة الأمريكية والدبلوماسية الأمريكية على نوع من تخفيف هذا يعني حدة هذا ما نقول عنه التنشن أو التوتر بين البلدين. ونجد أن صرح منذ فترة قصيرة وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن أنه يجب أن تبقى الدبلوماسية وكل أقضيتها مفتوحة بين البلدين من أجل التشاور المستمر ومن أجل إبقاء الأبواب مفتوحة لتجنب أي صدام. لكن يبدو أن الصين لها وجهة نظر أخرى. مثلا مؤخرا كانت هناك زيارة متوقعة لوزير الدفاع الصيني للولايات المتحدة الأمريكية، الصين ألغت هذه الزيارة. على الأرض هناك دوريات جوية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي بين روسيا والصين، وبمعنى أنه الجانب الصيني يبدو أنه غير مرتاح بالمرة للتصرفات الأمريكية في الفترة الأخيرة. والله يا سيدي، ونحن أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية غير مرتاحون أبدا لتصرفات الصين، لكن الفرق بين السياسة الأمريكية والسياسة الصينية أن الصين تساعد دائما وتختلق الأعذار وتختلق المشكلات أيضا، بينما الولايات مثل ماذا أستاذ مرح؟ يعني هلأ خليني أعطيك آخر مثال للتصعيد بينهم. عندما اخترق المنطاد وهو منطاد تجسد حكما وليس كما قالت الصين أنه منطاد لقياس الأجواء والمناخ والتغيرات البيئية في المنطقة. نعم. عندما اخترق الأجواء الأمريكية يعني وهذا عملية تجسس على الأجواء. سيقول لك قائل يا أستاذ مرح، من يثير مسألة تايوان من وقت إلى آخر؟ أليست الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف تثيرها؟ كيف يعني كيف تعلمين يعني تثيرها من خلال زيارات لمسؤولين أمريكيين لتايوان، زيارة رئيسة تايوان الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه زيارة طبيعية ليست زيارة من وجهة نظر واشنطن طبيعية، لكنها من وجهة نظر بكين ليست طبيعية كجزء من أراضي الصين الواحدة كما تعرفين. لم يصدر يوم من الأيام أي تصريح من الإدارة الأمريكية أن تايوان إقليم مستقل أو أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع استقلال تايوان. هذا الأمر هوس في يعني obsession بذهن الصين وليس بذهن الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا هنا
نحترم القانون الدولي ولا نشجع أو لا حتى يعني نسمح باعتداء دولة على أخرى. يعني الولايات المتحدة الأمريكية دخلت حرب غير مباشرة مع روسيا لأن روسيا اعتدت على دولة ذات سيادة. طيب بهذه المناسبة البعض يرى في التصعيد من جانب واشنطن في الأيام الأخيرة مع الصين إن هو محاولة ربما يعني ما يحدث الآن في منطقة بحر الصين الجنوبي محاولة لتحييد الصين من موقف روسيا في أوكرانيا، بمعنى أنها تحاول إلهاء الصين على دخول الخط في الأزمة الروسية الأوكرانية، هل تتفقين مع هذا الرأي؟ لا أعتقد، الصين نفسها تحاول أن تحيد نفسها عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وإذا لاحظنا أن الصين لم تدعم روسيا مباشرة أبدا في هذه الحرب لا سياسيا ولا دبلوماسيا ولا حتى عسكريا. يعني تضطر روسيا أحيانا أن تلجأ إلى إيران من أجل طائرات المسيرة، فهذا دليل أن الصين تتخذ قرارة بنفسها من أجل تحييد نفسها عن هذه الحرب، ولأنها يعني هي هذه يعني وجهة نظر عاقلة جدا من الصين، لأن هذه الحرب غير متكافئة ولا يعني لزوم لها أصلا. فلا تريد الصين أن تورط نفسها في هذا المجال، لو كانت هي حليفة روسيا لكنها لا تورط نفسها في هذا الأمر. طيب يعني السؤال أيضا أستاذة مرح، ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة بحر الصين الجنوبي يثير مخاوف لدى الصين بشكل واضح، وكما أشرت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على لسان كبار المسؤولين بدءا من الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية يقولون دوما، يقولون بين قوسين نريد أن تكون العلاقة علاقة تنافس وليست علاقة صراع، لكن ما يدور على الأرض لا يعكس ذلك بشكل واضح. سيدي أعطني موقع أو حادث واحد فقط قامت به الولايات المتحدة الأمريكية للتحرش في الصين، المناورات الأمريكية الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والفلبين في منطقة بحر الصين الجنوبي. هؤلاء شركاء، وأمريكا ملتزمة بحماية شركائها وتقوم بهذه المناورات من وقت لآخر، وهي ليست ضد أي طرف، لكن الصين كما قلت لك في البداية الصين تأخذ كل شيء من محمل سلبي، ترى في هذه المناورات أمر مضاد لها، بينما هي عندما تقوم بمناورات ضخمة جدا في خليج تايوان ترى هذا من حقها. يعني هذه الدبل ستاندرد التي تسير عليه الصين هي المشكلة الحقيقية، ولا أجد غرابة في ذلك. يعني أي دولة فيها هو عموما دبل ستاندرد التي تشيرين إليه أستاذ مرح، يعني يبدو أنه موجود في عالم السياسة بشكل كبير ليس فقط من جانب الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو أنه هو جزء أساسي من عالم السياسة. عموما أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذة مرح البقاع، الكاتبة والباحثة السياسية من واشنطن، شكرا لك. شكرا لك. نتحول الآن إلى تطورات الأوضاع في السودان. أفاد مراسلنا باستهداف الجيش السوداني عددا من مواقع الدعم السريع جنوب الخرطوم، وأشار مراسلنا إلى وقوع اشتباكات عنيفة في شارع الهواء جنوب العاصمة الخرطوم تم استخدام الطائرات والمدفعية فيها، موضحا أن قذيفة طائشة أصابت خزانا للوقود في منطقة المستودعات. في نبأ عاجل وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأنغولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنغولا، وذلك في مستهل جولة تشمل أيضا زامبيا وموزمبيق. في
في نبأ عاجل مشاهدينا، وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأنغولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنغولا، وذلك في مستهل جولة تشمل أيضا كلا من زامبيا وموزمبيق. رقم كام؟ تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت الماضي وأدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود. كما أكد الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، وتنظم المؤتمر الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. ويعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، حيث يعد بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر حريصة على القيام بدور إيجابي لدعم قطاع الصحة في أفريقيا. وأضاف أن جائحة كورونا أظهرت هشاشة المنظومة الصحية في أفريقيا، ويمكن تحسين ذلك بالتعاون بين دول القارة. بالتعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية وبعضها البعض نستطيع أن نحسن كثير من القدرات المتواضعة التي لدينا، ثم بالأفكار المختلفة زي ما قال برضو سيد وزير الصحة على المبادرات، والمبادرات اللي ذكرت أو تم الحديث عنها هو عبارة عن، يعني عايز أقول لكم، هو في مصر احنا عددنا زي ما اتقال 105 مليون، وعشان تبقى للمعايير العالمية في حجم المستشفيات والأسرة الموجودة المفروض نزود ما لدينا بالفعل يمكن مرة كمان. يعني لو كان عندنا مثلا، هقول رقم ممكن ما ننساهوش، 500 مستشفى، فاحنا محتاجين 1000. ونفس الكلام ينطبق على الأطقم الطبية وعلى كل شيء. طيب ما احنا مش هنقدر نعمل ده بغض النظر عن الأسباب اللي هي بتاعت الزيادة السكانية. فهل احنا نقف مكتوف الأيدي قدام التحديات الصحية اللي بتقابلنا، ولا انا بتكلم على التجربة المصرية واللي هي متاحة لأشقائها، احنا اتحركنا باستهداف زي ما اتقال على موضوع الفيروس سي على سبيل المثال. كان احنا استهدفنا هذا يعني المرض اللي كان ليه تأثير كبير سلبي علينا كمصريين وعلى اهالينا وعلى اسرنا، وبالاستهداف ده بفضل الله نجحنا. ويمكن خلال يعني ايام اسابيع قليلة هنحتفل باعلان إن مصر خالية من هذا المرض طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة إلى السعودية تركز على مناقشة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين. ويتضمن جدول زيارة بلينكين اجتماعا وزاريا مع دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الأمن والتكامل في الشرق الأوسط. أعادت إيران فتح سفاراتها في العاصمة السعودية الرياض بعد أشهر من اتفاق توسطت فيه الصين بين البلدين. واتفقت إيران والسعودية في مارس الماضي على إعادة العلاقات بين البلدين بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.
أكدت كل من فرنسا، بريطانيا وألمانيا أن إيران واصلت بلا هوادة تصعيد برنامجها النووي بما يتجاوز المبررات المدنية. جاء ذلك في بيان مشترك أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفاد البيان بأن طهران لم تظهر سوى القليل من الإرادة لتنفيذ التزامات الشفافية المتفق عليها مع المدير العام لوكالة الطاقة الذرية في مارس الماضي. هذا وأضاف البيان أن هناك مشاورات بين الشركاء حول أفضل السبل لمواجهة التصعيد النووي الإيراني. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وجماعات في البلاد بسبب برنامجها للأسلحة. كانت إيران قد كشفت في وقت سابق عن صاروخ باليستي فرط صوتي أطلقت عليه اسم فتاح، مؤكدة أن هذا الصاروخ يتميز بمحرك يعمل بالوقود الصلب وقادر على الوصول إلى سرعة عالية والتحليق داخل الغلاف الجوي وخارجه. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة مصممة على حل مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة، مضيفا أن البيانات الأخيرة تقوي عزم الحكومة على مكافحة التضخم. وفي تصريحاته بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء عقب انتخابه لولاية ثالثة، أشار أردوغان إلى انخفاض التضخم السنوي إلى أقل من 40% في مايو الماضي، مضيفا أن الحكومة ستخفضه إلى ما دون 10%. الآن نتحول بحضراتكم إلى ملف اجتماعات الكوميسا. يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا الخميس في أعمال القمة 22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي كوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا. هذا وقالت الرئاسة المصرية في بيانها أن الرئيس السيسي سيسلم الرئاسة الدورية لتجمع كوميس من مصر إلى زامبيا. ويأتي ذلك في إطار الجولة الخارجية التي يقوم بها الرئيس المصري إلى منطقة الجنوب الأفريقي وتشمل كل من أنغولا وزامبيا وموزمبيق. عقد وزراء خارجية الكوميسا الاجتماع التحضيري 18 في عاصمة زامبيا لوساكا. وتشمل البنود الرئيسية على جدول الأعمال النظر في تقرير الاجتماع 18 للجنة السلام والأمن وانتخاب أعضاء لجنة حكماء كوميسا. هذا وتستضيف زامبيا الخميس المقبل القمة 22 لدول مجموعة الكوميسا. وتحمل القمة هذا العام أهداف التكامل الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بين دول المجموعة. أكد رئيس وفد السودان في الكوميسا السفير عبادي نور الدين لقناة القاهرة الإخبارية أن بلاده تقدر دور مصر في المشاركة في العمل الجاد لتحقيق الاستقرار في إقليم الكوميسا وفي السودان. هذا وأضاف نور الدين أن السودان ترحب بأي مبادرة لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن الكوميسا لها دور كبير لدعم السلم والأمن في بلاده. أثمن دور مصر وبرئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل الجاد والدؤوب للاستقرار في السودان وفي إقليم الكوميسا، والذي هو جزء من استقرار يمس كل دول الإقليم. نعم، السودان يرحب بكل مبادرة تزعى للأمن والسلام، ويرى أن للكوميسا يجب أن يكون دورها دورا كبيرا بحيث تؤكد دائما أنها منظمة تعمل من أجل التنمية وتعمل من أجل السلام وتعمل من أجل الاستقرار،
واجتماعنا هذا اليوم اجتماع وزراء خارجية هو معني بمسألة السلم والأمن اللذان هما ضروريان لتشكيل أرضية صلبة لأي عملية تنموية أو أي عملية للتكامل الإقليمي والاندماج الإقليمي، وهذا هو دور الكوميسا الأساسي. اقتصاديا، وقعت مصر والإمارات وثيقة بشأن مشروع لتوليد طاقة كهربائية بقدرة تصل إلى 10,000 ميجا وات من طاقة الرياح. ستقوم بتأسيس المشروع شركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة، وتضم إنفينيتي باور وحسن علام للمرافق المصرية، على أن تبلغ قيمة المشروع الإجمالية نحو 10 مليارات دولار. مشروع ضخم جدا، الأكبر من نوعه على مستوى العالم، 10,000 ميجا وات، 47,800 جيجا وات ساعة سنويا، بيسهم في الحد من إطلاق 24 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا، أو ما يمثل 9% من البصمة الكربونية الحالية للدولة المصرية. يساهم في ردف الخطة الاستراتيجية التنموية الطموحة للدولة المصرية برفع سقف الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الدولة إلى 42% بحلول عام 2035، وسيسهم في توفير ما يقارب 5 مليارات دولار من العملة الصعبة على الخزينة المصرية من حرق الغاز الطبيعي اللازم لإنتاج طاقة كهربائية مكافئة من هذا المشروع. هو الحقيقة طبعا المشروع ده هو أكبر مشروع على مستوى العالم لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح. احنا بنتكلم في مشروع بحجم استثمارات أكثر من 10 مليار دولار لإنتاج الكهرباء بقدرة 10 جيجا وات. المشروع ده بيمثل التعاون المثمر بين دولتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد. احنا بنتكلم في الشراكة ما بين شركة مصدر الإماراتية وإنفينيتي وشركة حسن علام. احنا بنتكلم في مشروع ان شاء الله سيوفر فرص عمل بأكثر من 100,000 فرصة عمل أثناء الإنشاء، وأكثر من 3,000 فرصة عمل أثناء التشغيل. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية خلال شهر مايو الماضي مقابل مستواها في أبريل السابق عليه. وذكر البنك المركزي في بيان أن احتياطي البنك بلغ 34 مليارا و660 مليون دولار بنهاية مايو، وذلك مقابل 34 مليارا و551 مليون دولار في شهر أبريل. رياضيا، أعلن نادي الاتحاد السعودي ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق بعقد يمتد حتى 2026. وكان ريال مدريد الإسباني قد أعلن رحيل بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد 14 موسما قضاها مع الفريق الملكي. ووفقا لتقارير صحفية، فإن بنزيما سيتقاضى مبلغ 200 مليون يورو في الموسم، وبذلك يشارك اللاعب الفرنسي في كأس العالم للأندية مجددا في النسخة القادمة رفقة اتحاد جدة بطل الدوري السعودي. هذا وتستضيف السعودية منافسات البطولة في شهر ديسمبر القادم. يلتقي فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي مع فيورنتينا الإيطالي في نهائي دور المؤتمر الأوروبي، ويسعى الفريقان إلى تحقيق اللقب، حيث إن آخر تتويج قاري لأي منهما كان في ستينيات القرن الماضي. يواصل مانشستر سيتي الإنجليزي استعداداته لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دور أبطال أوروبا الذي سيقام في مدينة إسطنبول التركية يوم السبت القادم.
فريق المدرب غوارديولا فاز بالثنائية المحلية للدوري وكأس الاتحاد، ويسعى لإكمال ثلاثية تاريخية لم يسبقه إليها سوى جاره مانشستر يونايتد عام 1999. هذا وسيسعى الفريق الإنجليزي لإضافة اللقب الغائب عن خزائنه، والذي سيكون الأول للمدرب الإسباني منذ فاز به مع برشلونة عام 2011. أخبار الرياضة ختام نشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات داخل مجلس الأمن بتفجير السد وسط تحذيرات أممية من تدهور الوضع الإنساني بالمنطقة. بلينكين يعتزم زيارة بكين خلال أسابيع وسط زيادة التوتر العسكري في بحر الصين الجنوبي. واشتباكات عنيفة بالطيران والمدفعية بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام وكذلك يوتيوب. أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 117 فيرتيكال ياسر. كما يمكنكم مشاهدينا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. ودوما نشكر لكم حسن المتابعة. في أمان الله، هنا القاهرة عاصمة الخبر.